الأدوات اللي تم استخدامها في عملية تصنيع الفسيفساء. مكعبات الفسيفساء الزجاجية، الرسمي، قطاعة، الملقط، الغراف، الإطار الخشبي اللي بتوضع فيه الصورة. كل مشارك له رسمي بتكون، هي نسخ عن قبة الصخرة من الأشكال الموجودة. بقوم المشارك بقطع الحجارة أو المكعبات الفسيفسائية، كل حجر بنفس الحجم والقياس والزاوية تاعته، ثم يتم لصق الحجر بالغرة بواسطة ملقط على الرسمي اللي هي مكونة من الورق. بعد إنهاء تلصيق الحجارة بتم لصق اللوحة كاملة في برواز الخشب بدهن الغرة وتثبيتها فيه.